فالحرص أيها الإخوة والأخوات، الحرص على صلاة الليل ومداومة الوتر هو دأب الصالحين السعداء. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر، فقال فيما رواه الترمذي وأصله في الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر، يعني إن الله واحد لا ثاني له سبحانه يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن الله تعالى يجمع لمن يصلي الوتر بين نعمتي الدنيا والآخرة. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والعجب أن صلاة الوتر هي أسهل العبادات، ومع ذلك يهملها كثير من الناس. لو أن إنسانا صلى المغرب فقلنا له: يا فلان، لما لا تصلي سنة المغرب؟ فقال لنا: كم ركعة سنة المغرب؟ قلنا له: سنة المغرب ركعتان. فقال لنا: ركعتان كثير، أريد أن أصلي سنة المغرب ركعة واحدة. نقول له: لا يجوز، إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها. ولو أن إنسانا حدثناه بفضل صلاة الضحى فتأثر من هذا الحديث وقال: نعم سوف أصلي الضحى، فكم أصلي؟ قلنا له: أقلها ركعتان. فقال: كلا، أريد أن أصلي الضحى ركعة واحدة. لقلنا له: لا يجوز، أقلها ركعتان، ولا يجوز أن تصلي الضحى ركعة واحدة. صلاة الوتر هي أفضل من سنة المغرب وأفضل من صلاة الضحى، بل قد ذكر بعض أهل العلم أن صلاة الوتر هي أفضل النوافل على الإطلاق. ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها 11 ركعة. فإن ثقلت عليك فصلها 9 ركعات، فإن شقت فصلها 7 أو 5، أو صلها 3، فإن تكاسلت نفسك عن ذلك فصلها ولو ركعة واحدة. الله أكبر، ولو ركعة واحدة إذا صليتها كتبت عند الله تعالى ممن صلوا تلك الليلة. إذا جاء إلى الله تعالى يوم القيامة بأسماء من قرأوا القرآن في ذلك اليوم، ثم جاء إليه بأسماء من تصدقوا في ذلك اليوم، إذا جاء إلى الله جل وعلا بأسماء من صلوا تلك الليلة وجدت اسمك من بينهم، وإن كنت لم تصلي إلا ركعة واحدة. فكيف لو زدتها وصليت 3؟ وكيف لو زدتها وصليت 5؟ وليس لازما أن تقوم لتصليها قبل الفجر، فإنه يكفي لو صليتها بعد العشاء أو قبل أن تنام. فاحرص على مثل هذه الصلاة، وكن من هؤلاء السعداء الذين أحسنوا علاقتهم بربهم في الليل والنهار. فإذا نزلت بك حاجة فصف قدميك في المحراب، وعثر وجهك في التراب، واستعن بالملك الغلاب، واصدق مع الله في لجائك، وابكي بين يدي ربك. فإذا رأى الله منك الذل والانكسار وصدق الحاجة والاعتذار، كشف عنك الضر ومن عليك بانشراح الصدر، فعندها تذوق لذائذ الصالحين وتحيا حياة المطمئنين، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه.